ويزداد أيضا الأمر جمالا إذا كنا في هذا البلد الطيب وفي هذا المكان المبارك في عين العناية الربانية وفي عين الله عز وجل الذي هو لطيف والذي هو عزيز. ولذلك ترى أنك بين ثلاثة عيون أو ثلاث عيون، بين العين الأولى هي عين الله، والعين الثانية التي هي عين سيدي ومولاي الشيخ محمد عبد اللطيف، فهو عبد اللطيف، وبين عين عبد العزيز سواء قلت عنه فخامة الرئيس أو قلت بعد ذلك أيضا عن سميه دولة الرئيس. فإذا كانت العيون تحيط بنا من كل ناحية نم، فالمخاوف كلهن أمان، سواء كانت المخاوف حسية مادية أو كانت قلبية معنوية أو كانت فكرية معرفية. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في عناية ورعاية هذا المعنى الذي أردت أن أشير إليه. وأعود ثانية إلى القول في عنوان هذه المحاضرة الذي هو الاجتهاد مع بيان شروطه بين التشدد والتساهل. ومعلوم لديكم أيها السادة أن الاجتهاد أمر ضروري ملح، وهو بالتالي نوع تكريم من الله عز وجل لهذه الأمة. ذلكم أن ضرورة القول بالاجتهاد لأن الحوادث لا تنقضي ولا تنقطع، ولأن النصوص محدودة في ظاهرها وفي نصها وفي نطقها. فإذا كانت النصوص عامة كلية في الأغلب في القرآن الكريم، وكانت هناك نصوص في السنة النبوية تفصل وتبين هذه الأحكام المجملة أو هذا المعنى الذي أتى كليا في القرآن الكريم، فمما لا شك فيه عند الباحثين والدارسين أن الحوادث التي تجد للناس هي أكثر بكثير مما وردت به النصوص. ولذلك ترى القول بالاجتهاد بالإضافة إلى وجود الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، أيضا ترى أن العقل يقول بضرورة وقوعه وحصوله، لأنه لما كانت النصوص محدودة من حيث بيان الأحكام والأحداث ليست محدودة من حيث الوقوع والتجدد، كان لابد لأمر يسمح الشارع به أو يأمر به يستطيع الإنسان من خلاله أن يعمل النظر تدبرا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام، ليجد حلولا لكل الحوادث الجديدة التي جدت والتي وقعت. إذن العقل يقول بضرورة ذلك، والشرع أيضا يقول بضرورة ذلك. فالاجتهاد بهذا المعنى ليس مختلفا عليه، سواء كان اجتهادا مطلقا أو كان اجتهادا مقيدا أو ما يسمى بالاجتهاد الكلي أو الاجتهاد الجزئي. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية قد بنيت في بداية أمرها واستقرت على ذلك على أنها شريعة ربانية، وأنها شريعة شاملة، وأنها شريعة مبنية على اليسر والسماحة ورفع المشقة ورفع الحرج وإزالة الضرر. وهناك القواعد الفقهية العامة التي استنبطها العلماء فأصلوها ثم بعد ذلك سموها بالقواعد الكلية، سواء كانت قواعد فقهية أو إما أن تكون قواعد أصولية. القواعد الأصولية تعين في فهمها على استنباط الحكم،
من الدليل التفصيلي. والقواعد الفقهية هي القاعدة الكلية المنضبطة التي تجمع أجزاء فقهية، ثم بعد ذلك يمكن أن يستدل الإنسان من خلال هذه الأجزاء على خلاصة القاعدة، لتكون القاعدة الفقهية مشتملة على جملة من الفروع الفقهية. ولذلك يقولون لا ضرر ولا ضرر، هذا واحد من القواعد الفقهية. المشقة تجلب التيسير، هذه واحدة من القواعد الفقهية. اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال لا بمساو ولا بأكثر، ليس بمثله ولا بأكثر من ذلك، وإنما بالأقل. الأمر إذا ضاق اتسع، وهكذا بقية الأمور عند تدافع المفسدتين فإنه يرتكب الفعل الأخف من هذه المفاسد أو هاتين المفسدتين. وبالتالي عندما ندرك نحن أن الشريعة الإسلامية بالمفهوم الكامل، سواء كنا نتحدث عن الشريعة بأنها التي أنزلها الله عز وجل التي تسمى الدين بالإسلام والإيمان والإحسان، أو الشريعة بمعنى الاصطلاحي وهي المسائل الفقهية التي تبحث عن أحكام المكلفين وهو الفقه الشرعي، بخلاف المسائل العقدية التي يعتقدها الإنسان فإن محلها القلب. وبالتالي عندما ينظر الإنسان إلى هذه القضايا يدرك تماماً أنه عندما اتسعت رقعة الإسلام مع وجود هذه الضوابط، أن المشقة مرفوعة وأن الحرج مرفوع وأن الضرر يزال وأن الأمر إذا ضاق اتسع وإلى آخر ما هنالك، دخل الناس في الإسلام، وبالتالي دخلوا مع موروثاتهم ومع حضاراتهم، ولم تكن هذه المسائل المنتشرة بينهم بكثرة لم تكن منتشرة في بلاد الإسلام من حيث بدايته في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. ولذلك عندما فتحت مثلا بلاد الشام مع العراق ومصرت الأمصار سنة 17 هجرية، أو عندما دخل الإسلام إلى شمال إفريقيا ثم توسع بعد ذلك في الشرق وفي الشمال، في الشرق إلى سمرقند سنة 56، وفي الغرب في الشمال الإسلامي أو الغرب الإسلامي بعد ذلك إلى الأندلس في سنة 93 هجرية. هذه الأمم لما دخلت في الإسلام دخلت وعندها حضارة وعندها يعني تقدم وعندها مشاكلها في البيع والشراء والأقضية والأنكحة والحرب والسلم. اقتضى الأمر، وهذه حكمة ربانية، أن يكون الاجتهاد في بابه مفتوحا لكن ضمن شروط معينة. إذن الآن عندما يعني نقدم هذه المقدمة لنتفق، وهذا متفق عليه بين علمائنا قديما وباختصار، أنه لا بد من الاجتهاد من الناحية الشرعية، الأدلة قائمة على ذلك، ومن الناحية العقلية العملية الضرورية البشرية أيضا قائمة على ذلك. وبالتالي نأتي إلى الاجتهاد لنقول إن في تعريف الاجتهاد كلاما كثيرا عند علماء الأصول. لو أنك أخذت الإحكام للآمدي، أو أخذت المستصفى للغزالي، أو أخذت أي كتاب من كتب الأصول في أي مذهب من المذاهب، سواء الجمع الجوامع أو ابن الحاجب أو حاشية التفتزاني على ذلك، أو الكمال ابن الهمام أو ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، أي كتاب فقهي ستجد تعريفات متعددة للاجتهاد، تكاد تتفق الكلمة على أو المعاني في التعريفات أن الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع والطاقة في تحقيق أمر أو تحصيله. في اللغة لا يقال فلان اجتهد إلا إذا بذل طاقته ووسعه في تحصيل أمر ما يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى جهد. أما أن يقال إن فلانا اجتهد في حمل صخرة يمكن، ولكن أن يقال إن فلانا اجتهد في حمل شيء بسيط كحجر بسيط أو في حمل ما يساوي نصف كيلوغرام، هذا لا يقال اجتهد، لأنه لا يحتاج إلى مشقة ولا إلى طاقة. والمعنى اللغوي عندما ينظر الأصوليون إلى التعريف لشيء ما يسمى التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، إنما يلاحظون المعنى اللغوي ويقولون إن التعريف الاصطلاحي لابد وأن يكون منسجماً مع بعض معاني التعريف اللغوي، أن يكون متضمناً لبعض أجزائه التي تتناسب مع تعريف العلم ودلالته. ولذلك قالوا أجمع التعاريف أن الاجتهاد هو بذل الجهد والوسع والطاقة ممن له أهلية ذلك في استنباط الحكم الشرعي من دليل تفصيلي.
والبعض يتوقف كالغزالي وغيره رحمهم الله تعالى يتوقف عند قوله في استنباط الحكم الشرعي ولا يذكر من دليل تفصيلي، لكن لا بد من ذكرها ليتحقق عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول بذل الجهد والطاقة والوسع، أن يستفرغ الإنسان جهده كاملاً وأن يبذل كل طاقته الفكرية والمعرفية في تقليب وجهات النظر في المسألة أو في النص أو في تكييف المسألة ابتداء، ثم بعد ذلك ليبحث عن نظائرها في الشريعة الإسلامية. والأمر الثاني استنباط الحكم، إذن بذل الجهد هذا واحد، القصد من ذلك استنباط الحكم الشرعي. والأمر الثالث من دليل تفصيلي، والدليل التفصيلي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفق عليها، وبعضهم يقول الكتاب والسنة الدليلان الأصليان أو الأساسان، وهناك دليلان تبعيان وهما القياس والإجماع، لأن الإجماع لا بد وأن يبنى على دليل، وقد يكون الإجماع أقوى من الدليل كما يقول علماء الأصول، لأن الدليل تكتنفه الاحتمالات، فإذا أجمعت الأمة أي مجتهدوها على احتمال معين فإن الاحتمال الآخر ينفى، وإن كان وارداً في المعرفة أو في القراءة لكنه ينفى، كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في أصل اللغة الأرض المطمئنة أو المنخفض من الأرض، ولكن القصد أطلق هذا المعنى وأراد أن أراد الحدث من ذلك، وبالتالي أصبح معنى الغائط الذي هو المكان المطمئن أو المنخفض من الأرض أصبح مهجوراً، وأصبح هنا كما يقول علماء الأصول أصبح المجاز بعد الإجماع على إرادته أقوى من الحقيقة في أصل وضعها، ولذلك قالوا المقصود الأمر الآخر وهو الحدث، هذا الإجماع حدد هذا المعنى. المهم وهناك أصول مختلف فيها عند العلماء، إذن عند الكتاب والسنة والإجماع والقياس المجتهد الذي يصدق عليه مسمى الاجتهاد، مسمى المجتهد تحققت عنده أهلية الاجتهاد كاملة، وشرائط ذلك هو الذي يبذل الوسع والطاقة من أجل أن يحصل أو يستنبط حكما شرعيا من دليل تفصيلي، فينظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والنظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس له شرائطه سنمر عليها إن شاء الله تعالى. وهناك أدلة مختلف فيها، وهذا واحد من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه إليها عندما يقول البعض إن الاجتهاد بابه مفتوح ميسور، أو عندما يقول البعض إن الاجتهاد بابه مغلق وهو صعب النوال أو الحصول عليه، لا في التشدد والمنع على الإطلاق، وليس أيضا في التساهل ومحاولة فتح الباب على مصراعي لأنه عند ذلك تحدث الفوضى. فمن الأصول المختلف فيها العرف، وهناك الاستحسان، وهناك الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، وهناك عمل أهل المدينة، وهناك الحديث المرسل عن غير الصحابي، وهناك فتوى أو قول الصحابي إذا اجتهد أو أفتى في مسألة لا يقال مثلها بالرأي أو يقال مثلها بالرأي سواء هكذا أو هكذا. إذن هناك العديد من المسائل التي تعتبر الأصول المختلف فيها عند الفقهاء، وهذه الأصول يجب على المرء أن يلم بها وأن يطلع عليها حتى إذا ما أراد أن يجعل نفسه في مصاف المجتهدين أن يكون فعلا ممن ألم بهذه الشروط، سواء كانت الأصول المتفق عليها أو الأصول المختلف فيها بشرائطها. والاجتهاد أيها الأحباب في أصله في الشريعة الإسلامية دلت عليه الأدلة كما ذكرنا في العقل، ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول لو فرض أن الله عز وجل كلفنا بعبادته ولم يأمرنا بالاجتهاد أو لم يسمح لنا بذلك لكان تكليفا بالمحال، لأنه إذا كلفنا بأمر ومنعنا من الاجتهاد في استنباط الحكم يكون تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال لا يصح في الشريعة الإسلامية، وإن قال الأصوليون إن العقل يجيز التكليف بالمحال ولكن الواقع لم يحدث، وبالتالي أصبح النقاش والجدل في التكليف بما لا يطاق أو بالمستحيل يعني ضربا من الترف العلمي عند علمائنا رحمهم الله تعالى. يقول إذن ضرورة أن الله كلفنا بأمر لكن هو كلفنا سمح لنا بالاجتهاد وبذلك تستقيم الأمور وإلا لكان تكليفا بالمحال. عندما ينظر الإنسان إلى أدلة ذلك
من القرآن الكريم كما استمعنا إلى الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به